اليوم جينا نقرأ على أرواح الشهداء الفاتحة ونحتسبهم مع الإمام الحسين، ونحتسبهم إن شاء الله مع مسلم ابن عقيل، بما أن اليوم مصيبة مسلم ابن عقيل الذي ضمته طوعة ولكن ابنها سلمه إلى السلطة حتى يكون مقيدا في الأسواق من قبل هذا النظام اليزيدي المعاوي الشمري ومن كل شيء ما نقوله. ونقول للثوار شعبنا البحريني الذي مطاردين مثل ما كان مسلم بن عقيل مطارد، ومن كل السلطات الذي من حوله أرواح الشهداء الفاتحة سلام الله عليهم، ونحتسبهم مع الإمام الحسين، ونحتسبهم مع مسلم بن عقيل الذي عانى، مسلم بن عقيل الذي عانى من ولد ابن طوعاء الذي الجاسوس الذي يريد الجائزة لما يسلمه يسلمون مسلم بن عقيل حق سلطة. ونحن كآباء شهداء وكحقوقيين منظمين نطالب الحفاظ على هؤلاء المطاردين من قبل الشعب البحريني، لأنهم صراحة يعانون من هذا النظام، ونحتسبهم إن شاء الله مع أيد آمنة وإن شاء الله